نحن مضى السلاح في الكرة الأرضية ما ضربنا فيه، قصف طيران مدفعية، قلنا يا تسير الله وهربنا، وين جينا ركزنا في معرض مصرين. طلعنا هيك ما بيمشي الحل، بدنا نشتغل، بدنا ناكل خبز. كنا نصيبين تين في الضيعة، فعملنا مشتل تين فيه منه أكثر من 100 صنف تين. فنحن زرعنا يعني حوالي 50 صنف تين موجودات عندنا في المشتل، في منه الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأصفر. نحن النوع اللي مختصين فيه وزرعينه أكثر شيء هو النوع الأصلاحي اللي بيتبس ومبيع يابس. احنا بدنا اياها نزرعها الاصلاحيه ما هي موجوده غير هونيك. الجيش عم يضرب مدفعيه، عم يضرب صواريخ، هون صعوبات كمان كثير. نحن هون ميتنا قليله، الواحنا اللي بتطلع شمس، هي الواح شمس كمان قليله، والمي قليله، عم نضطر نشتغل في الكهرباء وبندور مولدات لحتى نقدر نسقي هالنصبه. مصدر رزقنا كان التين، كفران بالكل ثلاث ارباع مصدر الرزق هو من شجر التين.